السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أخبار علوم طيبين تمام؟ صح سلام، معكم مكسب لك حمود 187. أقسم قناة اليوم جايب لكم مقطع الجيف اوي. طبعا هي الحين مو باختيار الفايز، لا لا، طبعا ما في الجيم، ما في، بس الصورة نفسها اللي كنت حاطها أول. طبعا أول شيء كنت بقول اللي هو قبل ما أبدأ الكلام، أبيكم بس يا ليت منكم تدعمون قناة معاذ، راح تلاقونها بالدسكريبشن ولا تلاقونها على الفيديو. يا ريت تدخلوا على قناته وتسووا له سبسكرايب وتضبطون تضبيط حلو. طبعا اليوم الكلام هذا عن الجيف اوي والتفاصيل حقتها وكل شيء. عبد المحترجين، ايه طبعا اغلبكم توقع ان على طول يعني بشوف اللي كاتبين بي سي 3 وبروح بس بشوف الفائز ومثل كذا. لا لا، انا كنت بقول لكم وش تبغون جيف اوي، يعني بي سي 3 ولا اكس بوكس. اليوم انا اقول لكم تفاصيل المشتركين، تفاصيل الجيف اوي بالكامل، كيف تبي تشارك بالجيف اوي. كل اللي عليك تدخل على مقطع الفيديو، في الكومنت تكتب لي بالكومنت، بس يعني على قناتي الفيديو نفسه اللي انا حاطه، تكتب لي لا اله الا الله محمد رسول الله ولا استغفر الله، بس هذه الثنتين تختار واحدة منهم تكتبها بالكومنت. حتى لو كتبت ثنتين برضه جزاك الله خير، صار ثنتين يعني هي حلوين. طبعا في ناس بيستغربون بيقولون يعني كيف لو عرفنا انك بتنزل المقطع. طبعا راح يعني راح نشوف احنا اللي راح انزل. خلينا نتكلم على كيف. في ناس بتسأل تقول يمكن كيف نقدر نعرف انك انت نزلت المقطع فيديو، كيف نشوفه كذا. طبعا هو ما راح يكون قفوية الحالة، راح تكون قفوية مع بطاقة شحن. كيف تعرفون اني بنزل المقطع؟ يوم الخميس ان شاء الله، يوم الخميس الساعة 12، يوم الاربعاء يعني ان شاء الله يوم الاربعاء الساعة 12 في الليل راح اسكر الكومنت واختار منهم وشوف منهم الفايزين ومثل كذا. الساعة 12 راح اسكر الكومنت، حلو. الساعة ايش دخل الساعة؟ كيف تعرف ان برفع الفيديو، او كيف تعرف انك انت فايز؟ بحط لكم صفحتي بتويتر، سكايب حقي، صفحتي بالفيسبوك، لاسك، لا لاسك ما دخلها كثير. البيبي حقي تلاقونه داخل القناة، يعني تدخل على القناة تلاقي البيبي حقي موجود. راح احط لكم هذه ثلاث صفحتين، تويتر وفيسبوك وحسابي بسكايب، واذا تبغون البيبي حقي تلاقونه داخل القناة عشان تعرفون كيف اني راح انزل، انت راح انزل المسابقة من اختار من اختار من اختار الفائز في المسابقة هذه. كل اللي عليكم انكم تدخلون على القناة لايك. اهم شيء عندي شيء ونقطة واحدة بالنسبة اللي مو مسوي لي سبسكرايب، ما راح اعتبره مشارك بالمسابقة. اذا تبغى انت تشارك مسابقة، كل اللي عليك بس تضغط على زر الاشتراك، لايك، وتحط بالكومنت يا لا اله الا الله محمد رسول الله ولا سبحان الله ولا استغفر الله، بس هذهم تحطهم وتطلع. بس اهم شيء انك وش تكون مشترك بالقناة سويت لايك بس. يلا اشوفكم على خير وتوفيق لكم. يوم الخميس ان شاء الله راح انزله، راح تلاقون صفحتي بتويتر وفيسبوك وحسابي سكايب، واذا تبغى البن حقي تدخل داخل القناة تلاقيه. يلا اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مكسب لك حمود 187.